طيب في الاول كان في كده ايه اللي احنا وصلنا له لحد دلوقتي، ان احنا بنعمل allocation للميموري اللي احنا محتاجينها، بعدين بنبدا بنكوبي الداتا من الهوست ميموري للديفايس ميموري اللي هي من السي بي يو للجي بي يو، بعدين نبدا ننفذ الكود بتاعنا اللي هيران على الجي بي يو، وبعد ما بيخلص بنبدا ننقل الداتا بعد ما اتحسبت من الجي بي يو للهوست ميموري تاني اللي هو السي بي يو، وده الديفايس كود اللي هو بيران على الجي بي يو، مفيش اي مشكله. حلو، ودي الجريد بتاعتنا اللي هي زي ما احنا قلنا ان كل كيرنل بتبقى عندها جريد، اللي هو لما بنيجي نعمل كول للكيرنل فانكشن بنبصيها هنا، تمام. فالجريد دي بتكون مكونه من كذا بلوك، وكل بلوك بيكون جواه مجموعه ثريدز. طيب احنا زي ما كنا برضو قلنا ان الثريد بتكون شايفه نفسها as the virtual processor، يعني هي بتكون شايفه كل ثريد كده شايفه نفسها اكنها كده سي بي يو صغير كده لوحدها، ان هي عندها الميموري بتاعتها وعندها ريجستر فايلز وعندها كنترول يونت، وبتعرف تعمل اي او، يعني بتعرف تتكلم اي او ديفايسز وهكذا. بس احنا عارفين طبعا ان ده مش حقيقي، يعني احنا عارفين ان هو يعني مجموعه ثريدز بتكون مشتركه في كنترول يونت واحده، وده عشان نعرف يعني نطبق اللي هو موضوع سنجل انستراكشن مالتيبل داتا، يعني اللي هو مثلا عندنا انستراكشن واحد بيران على داتا كتير قوي، فبيكون في مجموعه ثريدز ليهم كنترول يونت واحده بحيث ان هم هينفذوا نفس الانستراكشن يعني. وبرده هنا مثلا ان احنا بنقسم الثريدز لمجموعه بلوكس، فكل بلوك بتعرف تكلم يعني حاجات ممكن ينتراكتوا مع بعضهم، يعني البلوك دي ممكن يكونوا يعرفوا عادي يشوفوا نفس الميموري، والبلوك ده يعرف يشوف نفس الميموري، الثريدز اللي جواه يعني تعرف تشوف نفس الميموري وهكذا. ودي الحسبه اللي احنا برضو كنا ايه كنا اتكلمنا فيها قبل كده، اللي هو ازاي بنماب من حاجه 2D للحاجه لما بتتفرد كده وتكون ايه وتكون 1D. انا بس مش عايز اضيع وقت في الحاجات اللي هي متكرره دي عشان لو المحاضره يعني طولت قدام. طيب بعد كده بقى هنا بنبدا بقى نشوف حاجه جديده اسمها ايه الاس ام، اللي هي ستريمينج مالتي بروسيسورز. كل جي بي يو بيكون مكون ايه من مجموعه اس امز، يعني مثلا الجي بي يو اللي احنا شايفينه قدامنا هنا دوت فيه 4 اس امز، كل اس ام بيكون فيها مجموعه من السكيلر بروسيسورز. طيب ايه هي السكيلر بروسيسورز دي؟ انا يعني انا دورت لقيت ان السكيلر بروسيسورز دي هي بروسيسور اللي هو في اليونت اوف تايم واحده بيقدر يعمل يعني ببروسيس واحد، يعني انستراكشن واحد بس على سنجل داتا ايتم بس، لان في حاجه تانية اسمها فيكتور بروسيسور، لا بيعرف مثلا في اليونت اوف تايم الواحده بيعرف ينفذ يعني بيعرف يبروسيس مالتيبل داتا ايتمز، لكن السكيلر بروسيسور ده اللي هو في اليونت اوف تايم واحده بيعرف ينفذ انستراكشن واحد على داتا ايتم واحده بس، تمام. طيب وهنا عاده بيقول ان الاس ام الواحد بيكون فيه 8 سكيلر بروسيسور. حلو، طيب برضو الاس ام بيكون فيها حاجه اسمها ممكن يبقى فيها مثلا حاجه اسمها اللي هي سبيشال فانكشن يونتس وشيرد ميموري. طيب السبيشال فانكشن يونتس دي ممكن في بعض الجي بي يوز بتعملها سبورت، ده اللي هو بيكون اكسلريتور مثلا لفانكشن معينه، يعني اكسلريتور مثلا يعمل تريجنومتريك فانكشن زي ساين وكوساين وهكذا، اكسلريتور مثلا بيحسب اللوج بسرعه، فيعني بيكون بعض يعني زي ما قلنا ايه في بعض الجي بي يوز بتسبورت الموضوع السنجل فانكشن يونتس ده عشان تعمل تحسب فانكشنز معينه مثلا بسرعه. وبرده كل اس ام بيكون ليها ايه بيكون ليها دي رام. طيب ايه الفكره مثلا ان كل اس ام يبقى ليها دي رام واحده، مش كل الاس امز دول ليهم دي رام واحده مثلا هنا متجمعه تحت هنا واحده بس؟ دوت عشان ننكريز الباندويث. يعني ايه ننكريز الباندويث؟ طيب هنا مثلا لو انا مثلا عندي الاس امز دول كلهم شغالين مع بعض، الاربعه دول مثلا شغالين مع بعض وكلهم عايزين ياكسسوا الدي رام، طيب ما هو في الاخر الدي رام دي برضو هيكون ليها باندويث، يعني مثلا الرام بيكون يعني حاجه في الديزاين بتاعها الباندويث بتاعها ده اللي هو انت تقدر تقرا من عليها قد ايه او تقدر تكتب عليها قد ايه في نفس الوقت. فانا هنا بحجم بقى، يعني مثلا لو الاربعه دول عايزين يقروا من الدي رام، لا ما انا مثلا اخلي ده يقرا الاول بعدين ده وهكذا، فحته انها متقسمه بحيث ان هم الاربعه يقدروا يقروا في نفس الوقت عادي من غير ما الباندويث يعني يقل بتاع السيستم عامه. وزي ما هنا مثلا كنا برضه قايلين عشان ما تزنقش في الداتا باس، واكون بحاول ان انا اقرا يعني من دي رام واحده بس ايه في نفس الوقت يعني. الشيرد ميموري دي بقى هنا يعني هي بتاكت اكنها كاش بين الدي رام والبروسيسورز اللي هم ايه التمانية بتوعنا او الاتنين دول عليهم. يعني دايما مثلا لو انا هشتغل على حاجه بعمل ايه، بروح اجيبها من على الدي رام واحطها على الشيرد ميموري
وبعدين بقى بتبدأ السنجل السكيلر بروسيسورز دي مثلا او السبيشال فانكشن يونتس دول يشتغلوا عليها، عشان طبعا هنا اسرع بكتير من ان هي كل مره تبقى عايزه حاجه تروح تاكسسها من على الدي رام وهكذا. طيب هنا دلوقتي بقى ايه لما بنيجي مثلا بقى عايزين نبدأ ننفذ البلوكس. طيب هو الجي بي يو الاول بيكون زي ما احنا قلنا في ايه، في اللي هي ستريمينج مالتي بروسيسورز. طيب والستريمينج مالتي بروسيسور ده بيعمل ايه، بيكسكيوت بلوكس. وبرده زي ما كنا برده قايلين الاس امز المختلفه مش ما تعرفش تتواصل مع بعضها، يعني الحاجات اللي جوه الاس ام ام الاس ام هي ممكن تتواصل مع بعضها. طيب هنا بقى بيكون في شويه حاجات بقى في الديزاين بتحجمني. زي ايه مثلا بقى، زي مثلا ان الاس ام ما يقدرش يبقى فيه اكتر من 32 بلوك، يعني الستريمينج مالتي بروسيسور ده ما اقدرش اعمل له اساين لاكتر من 32 بلوك. وفي حاجات تانية اللي هو ايه بقى، اللي هو الاس ام ما يقدرش برضو ياخد اكتر من 2048 ثريد. ممكن بقى تكون بقى ايه تقسيمة، يعني مثلا ممكن يكون البلوك الواحد فيهم فيه 256، ففي الحالة دي هيكونوا 8 بلوكس، لان 8 في 256 ب 2048. او مثلا لو البلوك فيه 512 ثريد فهنا هيبقى 4 بس بلوكس، لان هو برضو ده هيديني الماكسيمم ثريدز. وبرضو في حاجة تانية بتحجمني، ان البلوك الواحد ما اقدرش اخلي فيه اكتر من 1024 ثريد. فهنا بيكون في بقى هنا ايه، هنا 3 بارامترز بيحجموني، اللي هو النمبر اوف ثريدز بير اس ام، او النمبر اوف بلوكس بير اس ام، والنمبر اوف ثريدز بير بلوك. وهنا مثلا دي برضو جملة، ان هو الستريمنج مالتي بروسيسور ده بيمنتين الثريد والبلوك اندكس، اللي هو الحاجات اللي احنا كنا بنقراها علشان نعرف انا مكاني فين، عشان اعرف انا هبروسيس على انهي element مثلا في الاري او في الماتريكس. حلو. طيب في بقى يونت تانية جديدة اسمها وورب، اللي هي دي بقى البيزك يونت اوف اكسكيوشن، يعني هنقول يعني عليها قدام دلوقتي. طيب هنا برضو كان في جملة كده، ان هو دلوقتي الاس ام دي عندها 8 سكيلر بروسيسور زي ما قلنا، اللي هي يعتبر 8 كورز. حلو. وبتاخد 2048 ثريد از ماكسيمم يعني. طب ازاي واحنا لسه قايلين برضو ان السكيلر بروسيسور ده بيكسكيوت واحد، يعني يعرف يكسكيوت وان ثريد بس ات تايم. ده بقى بيستخدم عشان يهايد الليتنسي، يعني مثلا لو في واحد انستراكشن حب يعمل اي او ديفاي، يعمل اي او ريكويست، حب مثلا يقرا حاجه لسه مش موجوده وهكذا، فده ما يخلينيش بقى عطلان مثلا وان هستناه وهكذا، لا، فيبدا بسرعه يعمل كونتكست سويتشنج ويبدا يجيب انستراكشن تاني جاهز ينفذه وهكذا، فده بيخلي الليتنسي تقل. وبرده الاوفر هيد بتاعت الكونتكست سويتشنج تعتبر بسيطه جدا، وده طبعا عشان ما فيش كنترول سيركتس كتيره، فده مخلي الكونتكست سويتشنج اسرع يعني. تمام. وليه بقى في، يعني ليه في ريستريكشن مثلا على النمبر اللي هو بتاع ال 2048 دوت، او النمبر اوف بلوكس اللي هي تكون في الاس ام وهكذا؟ ده علشان الاس ام اصلا بيكون عندها ريجسترز اللي هي بتخزن فيها، اللي هي مثلا عندها كام بلوك، ارقام البلوكس اللي عندها وهكذا، فدي ريجسترز، فالريجسترز دي برضو هي محدوده، فده اللي بيحط لي بقى ليميتس على عدد مثلا الثريدز اللي تبقى موجوده، او عدد البلوكس اللي هي تبقى موجوده، بحيث ان هو مثلا لما اجي انا اكسس مثلا ثريد اندكس او بلوك اندكس، ده برضو في ريجستر في الاخر، فهو ده اللي بيخليني يعني ايه متحجم، عشان الحاجات دي بتتخزن في الاول وفي الاخر في ريجسترز يعني. طيب هنا بقى مثلا احنا دلوقتي عندنا ايه، دي دول 3 حاجات ماكسيم، يعني دي 3 حاجات في الديزاين ما نعرفش نغيرهم، يعني دي كده حاجات ريستريكشنز. حلو. فمثلا دلوقتي بقى ايه، احنا لو هنعمل ماتريكس مولتبليكيشن وهنستخدم كذا بلوك، طيب فهو بقى دلوقتي بيسأل هل مثلا نخلي البلوك فيه 4 في 4، ولا 8 في 8، ولا 30 في 30؟ طيب لو جينا دلوقتي نحسب، لما يكون البلوك حجم 4 في 4، يعني النمبر اوف ثريدز بير بلوك هتكون كام؟ هيكون 16. طيب وانا عندي ماكسيمم نمبر اوف بلوكس في الاس ام 32، وماكسيمم نمبر اوف ثريدز بير اس ام بيساوي ايه 2048، والماكسيمم نمبر اوف ثريدز بير بلوك بيساوي ايه 1024. طيب انا هنا اللي حسبته من ال 4 في 4 ان النمبر اوف ثريدز بير بلوك ده 16، فدي بعيده خالص عن 1024، فخلاص دي كده ما عنديش فيها مشكله. حلو. طيب هاجي بقى ابدا احسب انا عايز كام بلوك في الاس ام ده. طيب لو جينا بقى، احنا عايزين دايما طبعا نماكسمايز النمبر اللي هو بتاع النمبر اوف ثريدز بالاس ام ده، عشان يعني ابقى مستخدم كل اليوتيلايزيشن بتاع الاس ام ده. طيب لو جيت حسبت 2048
على 16، يعني انا عندي 2048 ثريد ماكسيمم في الاس ام، والبلوك الواحد في 16. عشان اعرف كده دلوقتي انا عندي كام بلوك، ف 2048 على 16 هتبقى ايه؟ هتبقى 128 بلوك. طيب هنا بقى هلاقي نفسي ان انا عملت ايه؟ عملت فيوليت لاول واحد، اللي هو انا اصلا عندي الماكسيمم نمبر اوف بلوكس 32، فدي كده مش هتنفع. طيب يبقى انا كده ايه اكتر حاجه هعرف استفاد بيها؟ ان انا يكون عندي 32 بلوك في النمبر اوف ثريدز بالبلوك اللي هي 16. هتطلع كام بقى؟ هتطلع 32 في 16 ب 512. فده طبعا كده انا بعمل ويست اوف ريسورسز جامده قوي، لان انا عندي يعني اقدر استخدم 2048 ثريد في الاس ام، في حين ان انا بس مستخدم كام؟ 512. فيتهيالي كده يعني انا بستخدم بس ربع الاس ام، الباقي ده مش هعرف استفاد بيه. طيب لو جينا للايه، لل8 في 8، النمبر اوف ثريدز هيبقى كام؟ هيبقى 8 في 8 ب 64. طيب في الحاله ديت عايز اشوف مثلا بقى انا عندي كام. لو انا حبيت استخدم كل الثريدز اللي هي 2048 على 64 هتبقى كام؟ 2048 على 64 في الحاله دي هتبقى 32 بلوك. حلو قوي، يبقى انا كده مستخدم الماكسيمم نمبر اوف ثريدز مع الماكسيمم نمبر اوف بلوكس، ما عملتلوش فايوليت ولا حاجه، يبقى كده زي الفل. انا كده مستخدم كل النمبر اوف ثريدز اللي انا اقدر استخدمها في الاس ام ده. طيب لو جينا على الاخير دوت، طيب هلاقي النمبر اوف ثريدز بيساوي كام؟ 30 في 30 ب 900. طيب حلو، 900. طيب لو جينا قلنا مثلا ان انا طيب عايز بقى استخدم كل نمبر اوف ثريدز بتاعي 2048 على 900، هلاقي ان انا كده محتاج ايه؟ محتاج 2.2، ما هو فيش حاجة اسمها 2.2 دي. حلو، طيب لو جينا قلنا مثلا 3 في 900 2700، لا ده انا كده هبقى عديت، يبقى كده ما ينفعش. يعني 3 في 900 ب 2700، كده انا عديت الماكسيمم نمبر اوف ثريدز اللي هو ايه؟ 2048. لا يبقى انا هاخد بقى اقل، هاخد 2 في 900 اللي هو كام؟ اللي هو 1800. كده هلاقي ان انا برضو في جزء من الثريدز مش مستخدمه. يبقى احنا دايما بقى الحاجات بتاعت الديزاين دي محجمانا ان احنا بنحاول نظبط الفاريبلز بتاعتنا اللي هو عدد الثريدز والكلام ده كله والسايز بتاع البلوك، علشان اقدر استفاد يعني من كل الريسورسز بتاعتي. طيب ده اللي احنا كنا بنتكلم فيه دلوقتي. طيب فهنا اللي احنا بنقوله بقى ايه؟ ان انا بحاول بالتقسيمه بتاعت الثلاثه بارامترز دول اللي هم اللي محجميني، اللي هم حاجات انا مش هعرف العب فيها عشان دي حاجات اصلا بتاعت الهاردوير، وهنقول الكلام دوت في الاخر برضو، ان انا اوصل ان انا استخدم كل ال 2048 بتوعي. علشان ايه؟ علشان ابقى ايه يعني انا كده مخلي كل حاجه شغاله وبتعمل انستراكشنز يعني. طيب وهنا برضو ان زي ما انا قلت مثلا ان انا المهم ان انا التوتال نمبر اوف ثريدز دوت اللي يبقى 2048، يعني كده انا بقى مستخدم كل الاس ام، لكن مش مهم بالنسبه لي عدد البلوكس يعني. طيب هنا بقى مثلا دلوقتي لو انا عندي ايه الديفايس مثلا، هنا في 2 اس امز بس، وهنا ديفايس في 4 اس امز، انا في الجريب بتاعتي مش هتفرق معايا، انا هديله 8 بلوكس. تمام، هو بقى ايه هيبدأ يعمل اساين بقى ايه؟ يعني هو دلوقتي احنا بندي الاس ام عدد بلوكس كبير عادي، تمام، وهي بقى بتتصرف. يعني هي بقى مثلا بتبدأ بقى تشغل 2 2 هنا مثلا وتعمل فيهم انترليفنج، او هنا هتشغل 4 4 وهكذا، يعني هو بقى يخلصها ويحط غيرها وهكذا. طيب هنا بقى هنبدأ نتكلم عن اليونت الجديدة اللي احنا قلنا عليها اللي هي الورب. حلو، طيب دي اللي هي بتكون تجميع الثريدز مع بعضها، يعني مثلا دي بتجمع كده كذا ثريد مع بعضهم، وهم دول بقى اللي هينفذوا نفس الاستراكشر مع بعض، يعني دي اليونت بتاعتنا هنتكلم دلوقتي. طيب في الاخر الورب دي بتكون 32 ثريد، تمام. اي بلوك بقى بيتقسم ان هو هيكون كام ورب، مش هينفع اقل من كده. يعني مثلا لو في بلوك معين مثلا كان فيه 36 ثريد، فهو هياخد اتنين ووربس برضو، اللي هو 32 ثريد و32 ثريد، مش هينفع اخد مثلا ورب كامل وهيبقى لي 4 ثريدز مثلا احطهم في ربع ورب، لا مش هينفع. ودي برضو يعني زي ما بنقول ايه، ملهاش دعوه بكود او كده، دي حاجه ليها علاقه بالهاردوير نفسه، يعني ان هو ايه الورب، يعني كل ورب بيكون ليه كنترول سيركت واحده بس، يعني ال 32 ثريد دول بيبقوا في الاخر ليهم كنترول سيركت واحده بس. ده برضو عشان زي ما احنا قلنا ايه، ان احنا نقلل الكونتكست سويتشنج تايم والاوفر هيد وهكذا.
وزي ما قلنا برضو دي حاجه ليها علاقه بالديزاين بتاع الهاردوير نفسه. فاحنا مثلا ممكن في الفيوتشر مثلا نلاقي ان الجي بي يوز لا ده الورد بتاعها بقى 64 ثريد مثلا او ايا كان. فهنا زي ما بنقول مثلا ان الورب الواحده بيبقى ليها واحده كنترول سيركت بس، يعني مش هينفع، يعني لازم ال 32 دول كلهم ينفذوا نفس الحاجه، مش هينفع مثلا نصهم ينفذ انستراكشن ونصهم ينفذ انستراكشن تاني. وزي ما قلنا دي بنعمل عشان نعمل اوبتمايز للكنترول سيركتس بحيث ان احنا نقلل الاوفر هيد بتاع الكونتكست سويتشنج. وبرضه زي ما احنا قلنا قبل كده ان مثلا لو الجي بي يو بيتكون من مجموعه اس امز والاس ام بيكون فيها مالتيبل بلوكس، فكل بلوك بقى بيبدا يتكون من ايه، من مالتيبل ووربس. يعني مثلا هنا زي ما قلت كده مثلا ان البلوك لو عنده 34 ثريد فالبلوك هنا هيبقى فيه 2 ووربس غصب عني هيتحجز. يعني لازم هيبقى فيه البلوك في الاخر ده كده كده هيبقى فيه 64 ثريد اللي هم 32 و 32. بس الفكره بقى ان انا مثلا هيبقى عندي اول 32 اللي هو الورب الاولاني اللي هو 32 ده هيبقى مستخدم كله تمام، لكن الورب الثاني هيبقى بس مستخدم منه 2، ال 30 دول مش هيبقوا مستخدمين. فاحنا بقى بنبدأ الحاجات دي ان احنا ناخد بالنا منها عشان هو ده بقى الحاجات اللي يعني بتفرق في البرفورمانس. اهو دي الجزئيه اللي كنت بقول عليها، ان اول 32 هيبقوا كلهم مستخدمين، تاني 32 اتنين بس منهم هيبقوا مستخدمين، واتنين وفي 30 بقى مش هيبقوا مستخدمين خالص، وده بيكون waste of resource. طيب طب دلوقتي بقى مثلا احنا عارفين ان الاس ام دوت بيكون فيه ايه، 8 8 كورز اللي هم 8 سكيلر بروسيسورز بتوعنا. حلو. طيب مثلا دلوقتي ليه بقى الورب 32 32 مثلا ثريد مش 8 بحيث ان الورب يتنفذ على واحده سايكل؟ فده عشان الجزء اللي احنا قلنا عليه اللي هو عشان يتعمل هايد لليتنسي، بحيث ان هو يبقى فيه امكانيه ان لو واحد كان الداتا بتاعته مثلا لسه مش متوفره يبدا يروح على واحد تاني، كده كده هتبقى يعني هو دايما الجي بي يو بيبقى ضامن ان في انستراكشن جاهز ان هو يتنفذ وحاجته موجوده. فده جزء عشان يتعمل هايد لليتنسي. فال 32 ثريد بتوع الورب دول بيتنفذوا على ايه، على 4 سايكلز اللي هو كل مره 8. حلو. طيب هنا الجزئيه دي اللي هم ايه، دي الحاجات بتاعتنا اللي هي اللي احنا قلنا ان احنا محكومين بيهم اللي هم ال 2048 ثريد في الاس ام و 32 بلوك و 1048 ثريد بير بلوك. حلو. طيب دلوقتي كانت الدكتور كده حاطط سؤال مثلا ان لو في برنامج فيه 32 ثريد، فايه احسن طريقه ان انا احجز بيها الجريب بتاعته بحيث ان انا بقى اعمل ابقى مستخدم احاول اعمل فول يوتيلايزيشن وبراليزم وهكذا. طيب طبعا دي ما فيهاش كلام، هو ورب واحد فخلاص انا اعمل واحد بلوك واحط في البلوك دوت 32 ثريد، فكده البلوك ده هيبقى فيه ورب واحد. طيب دلوقتي بقى لو بروجرام بيتكون من 36 ثريد، طيب هنا بقى هيبقى في عندي اتنين اوبشنز ماشي، يا اما اعمل بلوك واحد واحط فيه 64 ثريد تمام. بس هنا في الحاله ديت احنا عارفين ان البلوك الواحد بيكلم بعضه، يعني مثلا البلوك الواحد فيه امكانيه ان الثريدز اللي جوه تنتراكت مع بعضها، يبقى هو الجي بي يو لوحده مش هينفع يعمل له باراليزم لان ده بلوك واحد. طيب يبقى كده ايه، دي معناها ان البلوك الواحد اللي فيه ال 64 دول هيتعمل ايه، هيتعمل على نفس الاس ام. عشان قلنا ايه، البلوك الواحد ده ما بيتقسمش، يعني مش هينفع هو من دماغه يقسم البلوك. لو انا قلت له ان هو اتنين بلوكس خلاص ممكن يبدا بقى يشغل ده على اس ام يشغل ده على اس ام تاني وهكذا، لكن هذا بلوك واحد يبقى هو هيشغله على نفس الاس ام. طيب في الحاله دي كده يبقى ده كده اتنين ووربس تمام، يبقى ده كده هياخد المفروض كام، يعني هيتنفذ على كأنهم اتنين ووربس، يعني 32 بقى 32 كل واحده فيهم اربعه سايكلز. طيب لو انا بقى جيت قسمتها بالطريقه ديت اللي هي اتنين بلوكس وكل بلوك فيهم 32، طيب يبقى البلوك الاولاني هيبقى 32 ثريد اللي هي وورب هتتنفذ على اس ام، البلوك الثاني هيبقى 32 مع اني هستخدم منهم اربعه بس برضه هو هيبقى 32 عادي وهيبقى ورب كامل. لكن برضه ايه، هنا بقى هيبقى عنده الامكانيه ان هو يشغل البلوك ده لوحده والبلوك ده لوحده، يعني ممكن مثلا لو الاس امز فاضيه فالبلوك الاولاني ده يجي على اس ام والبلوك الثاني ده يجي على اس ام ثانيه، ففي الحاله دي ممكن يشتغلوا بارل وهنا يخلصوا ايه، يخلصوا في نص وقت الاختيار الثاني ده تمام. طيب في اختيار ثالث برضه، ان انا اعمل بلوك واحد وفي 36 ثريد بس، ده هيبقى هو بالظبط زي كأني عملت بلوك واحد وفي 64، علشان برضو زي ما قلنا ان 36 هتبقى غصب عني 64 اللي هما 2 ووربس، فالاتنين الاوبشن دوت ودوت زي بعض يعني مفيش فرق، لكن هو ده احسن حاجة عشان دول كده هنا هيبقى في 2 اس امز بيرنوا من بارل.
طيب زي ما قلنا هنا ان الاصغر يونت اعرف اعمل لها سكيدول ان هي ترن اللي هي الورب اللي هي تعتبر ايه 32 ثريد. حلو، دي يبقى دي كده ايه، دي كده الورب يعني السنجل انستراكشن مالتيبل داتا اللي هو ايه بقى، يعني هي الثريد بتبقى شايفه نفسها بالشكل ده زي ما احنا قلنا. طيب دلوقتي بقى ده كده اكزامبل على الورب، مثلا انا عندي 3 بلوك، 3 بلوكس تمام، اتعمل لهم اساين ان هم هيرنوا على ايه، على اس ام، كل بلوك فيهم عنده 256 ثريد. طيب انا عايز اعرف مثلا بقى دلوقتي الاس ام ده كله هيبقى عليه كام ورب. حلو، لا هنيجي اول حاجه دلوقتي هنشوف البلوك الواحد فيه كام ورب. طيب هنقسم ال 256 ثريد بتاعه البلوك دي على 32 اللي هي ايه الورب، على اللي هو السايز بتاع الورب هيطلع لي 8. طيب دلوقتي مثلا في 3 بلوكس، يبقى كل بلوك فيه 8 ورب في 3 ب 24، والنمبر اوف ثريدز بقى اللي هو 24 ورب في 32. حلو، طبعا دوت لازم نعمل سيل مثلا، لان دلوقتي مثلا لو كل بلوك، هي دلوقتي مثلا قدرا جت 256 انها بتقسم على 32، طب لو كان كل بلوك مثلا فيه اكتر زي ما قلنا غصب عننا هيضطر يتحط ورب زياده، حتى لو احنا بنستخدم منه مثلا 2 او 3 ثريدز بس، فلازم نعمل سيل. ماشي، زي ما قلنا هنا مثلا ال اس ام بتسكيدل الوربس، مش عارف تعمل حاجه اقل من كده. الورب مش هينفع برضو انها تتقسم، يعني الورب الواحده لازم تتنفذ على اس ام واحده بس، مش هينفع مثلا انفذ نص الورب هنا ونصها هنا. الكلوك سايكل الكور كان فيتش وان ثريد بس، زي ما قلنا مثلا بتاع اللي هي الكورز بتاعت السكيلر بروسيسور زيت. طيب هنعمل ايه مثلا لو الاس ام عندها ليس كورز زي النمبر اوف ثريدز، زي ما قلنا مثلا ال 32 ثريد دول هيرنوا على 4 سايكلز، يعني اول او زي ما 4 سايكلز، اول واحده هتاخد اول 8 بعد كده تاني 8 وهكذا. طيب وهنا زي ما قلنا مثلا ان الاس ام بيبقى الاوفر هيد بتاعها يعتبر صفر، طبعا هو اكيد مش صفر يعني، بس هو قليل قوي علشان ده الموضوع دوت اللي هو ايه الكنترول سيركتس اللي هي الاوبتمايز اللي هو الورب كله ليه كنترول سايكت واحدة، فمش بنحتاج نعمل يعني كونتكست سويتشنج شغل كتير، يعني مش بيتعمل في الكونتكست سويتشنج. طيب هنا هنا النقطة اللي هي بتاعت لما لو في ورب مثلا لقيناها انها عايزة بقى مثلا تفيتش حاجة من الجلوبال ميموري، احنا دلوقتي قدام برضو هتكلم شوية عن الفرق بين الجلوبال ميموري والشيرد ميموري. ففي الحالة دي بقى ايه، بتقوم تسويتش على حاجة تانية وتشوف الوربز الجاهزه وتعمل لها اكسكيوت، وده زي ما قلنا عشان ايه، عشان نهايد الليتنسي. وزي ما قلت ان الجي بي يو دايما عارف ان في عنده شغل جاهز ان هو يتنفذ على طول وحاجته جاهزه وكل حاجه، فلو لقى حاجه لسه عايزه وقت هيسويتشها بسرعه ويروح على حاجه تانية جاهزه وهكذا. يعني هنا بيقول ان في وربز اكيد اكسكيوتد اند ماست بي سمون ريدي تو اكسكيوت، حاجته الداتا بتاعته موجوده وهكذا يعني. طيب هنا بقى هنبدا على نقطه جديده اللي هي ايه بقى، اللي هي ان الثريدز تتعاون بعضها. هنا هنتكلم شويه برضو عن موضوع الميموري دوت، بس اتاكد هنا. تمام، طيب بس زي ما احنا قلنا برضو قبل كده ان الحاجه عشان تنتراكت مع بعضها لازم تكون في نفس البلوك، وبديهي انها لما تكون في نفس البلوك فهيكون برضو في نفس الاس ام، عشان من شويه برضو قلنا ايه ان ال different اس امز مش بتعرف تنتراكت مع بعضها. طيب هنا مثلا هنبدأ نتكلم على اكزامبل كده ان احنا عايزين نضرب فيكتور في ماتريكس. تمام، طيب هنا دلوقتي احنا ده كده مش مستخدمين اي باراليزم خالص، احنا عاملين عادي 2 فور لوبس، وبنبدأ نعدي على الاليمنتس كلها element element ونضرب كل حاجة في الاليمنت. يعني مثلا هنا دلوقتي اللوب اللي بره ديت اللي هي بتلف على ايه، على الاليمنتس بتاعت الفيكتور، بعدين بنبدأ جوه نلف على الماتريكس ونضرب ونجمع وهكذا. حلو، طيب هنا بقى مثلا نبدأ نفكر، هو في طبعا كذا ليفل اوف باراليزم. اول ليفل ان احنا نبدأ نخلي ام ثريدز يعملوا الحسبة ازاي. مثلا دلوقتي هنا دلوقتي دي واحد في ان، يعني واحد في ان اهي كده واحد في ان. تمام، طيب والمتريكس بتاعتنا كام؟ ان في ام. حلو، الناتج بيكون ايه، بيكون واحد في ام، بيكون كده واحد في ام. طيب لو انا خليت عندي في ام ثريد، يبقى كل ثريد كده هتحسب لي واحد من دول كده، يعني element element في الاوتبوت يعني. حلو، طيب ده اللي انا كنت بقوله هنا. فانا دلوقتي كده محتاج اخلي بقى كل ثريد هتعمل ايه، يبقى كل ثريد هتاخد اول element من هنا هتضربه مع اول element من هنا، وبعدين اول element من هنا تاني element من هنا هتضربه مع تاني element من هنا،
وتجمع الكلام ده كله، يعني زي كده ما هيظهر لي هنا كده حاجات هي عايزه تتجمع. يعني مثلا هتبدا اول ثريد تجمع الكلام ده، وتاني ثريد تجمع الكلام ده، وتحطه في اول element في الاوتبوت بتاعه، وهكذا. تمام. يبقى انا كده لما اعمل، يعني لما اعمل ام ثريدز، يبقى انا كده اكني ايه، اكني هستغنى عن الفور لوب اللي جوه دي. حلو. يبقى ايه، يبقى انا دلوقتي هنا عندي الفور لوب اللي بره اهي، دي لسه زي ما هي. حلو. يبقى انا هنا بحسب دلوقتي الجي اللي هو الاندكس بتاع الثريد بتاعتي دي، مكانها فين هيكون في الـ في الفيكتور بتاع الاوتبوت. حلو. لازم طبعا الكونديشن بتاعي اللي هو ان هي اصغر من الام اللي هو السايز بتاع الاوتبوت بتاعي. بعدين ببدأ بقى بخش جوه كل ثريد بعمل ايه، ببدأ بقى اضرب الحسبة بتاعتي اللي هي الاليمنت اللي هو مثلا اللي في الاول مع الاليمنت اللي هنا، واجمعه على ايه، على مكانه في الاوتبوت. حلو. دي الحسبة بتاعتنا اللي احنا كنا قايلين عليها، اللي هو ازاي بنعمل ايه، يعني بنفرد حاجة 2D وهكذا. طيب هنا بقى نبدأ نفكر، هل مثلا نقدر ان احنا نسرع اكتر من كده؟ طيب احنا هنا هنلاقي عندنا كذا بوتل نيك. ايه هي؟ ان احنا بنأكسس الجلوبال ميموري كلنا، يعني مثلا ايه، كل الثريدز بتأكسس الجلوبال ميموري كل مرة بتجيب حاجات زي بعضها، يعني كل الثريدز بتجيب نفس الداتا اللي هي ايه بقى، اللي هي بتاعت الفيكتور. طيب برضو في السلايد الجاية هوضح دي. ماشي. برضو هنلاقي في مشكلة ان احنا كل الثريدز برضو بتجمع في نفس، يعني مثلا لو جينا مثلا نفكر ان احنا ايه، ان الفور لوب اللي جوه دي مثلا عايزين بدل ما هي فور لوب نخلي، لا نخليها ثريدز. يعني مثلا الام ثريدز اللي احنا عملناها، يعني الفور لوب اللي احنا وفرناها بتاعت الام ثريدز، لو جينا مثلا نخلي كل ثريد من الام دول تبدأ بقى تنادي على ان ثريدز بقى، بدل ما كل ثريد بتعمل لوب، لا فكل ثريد مثلا تنادي على ان ثريدز تانيين تعمل الحسبة دي، بحيث ان يعني يكون في ليفل اوف باراليزم اعلى من كده. حلو. هنلاقي في مشكله، هنلاقي ان هنا مثلا الثريد اللي هي الاندكس بتاعها جي دي بتكتب ايه، يعني عدد ان من المرات بتكتب في اللي هو ريزلت فيكتور ده. طيب ما هي لو جت بقى تنده على ان ثريدز، هتبقى عايزه ان الان ثريدز كلهم هيكتبوا في نفس المكان، فهنا هنلاقي ايه بقى، هنا ان هنا ده كده ريس كونديشن. فبدل بقى ما اعمل كده، ممكن بقى احول الاد دوت يكون اتوميك اد، بدل مثلا ما اعمل بلوك هنا وهكذا، علشان موضوع الريس كونديشن ده. تمام. طيب هنا بقى لو جينا نتكلم، انا عايز بس اجيب الحته اللي هي بتاعت ايه الداتا اللي بتتكرر دي. طيب هنا الجي بتاعتي اللي هي ايه، اللي هما الثريدز اللي انا عرفت اوفرهم، اشيل اللوب واحطهم ثريدز. ماشي. لو جينا مثلا ده كده الاوتبوت فيكتور بتاعي، مثلا ثريد كانت بتحسب بالالمنت صفر، وثريد مثلا 10 و20 وهكذا. حلو. هنلاقي اننا كل ثريد، يعني كل مره الثريد بتخش تحاول تقرا اي، يعني من الاي للان بتقرا الفيكتور. حلو. فهنلاقي ان كل ثريد بتخش تحاول تقرا الفيكتور كله، كل ثريد بتحاول تقرا الفيكتور كله. فاكيد لو انا عرفت اخلي اجيب الفيكتور ده في شيرد ميموري، اللي هي ميموري قريبه اسرع بكتير من الجلوبال ميموري دي اللي هي بتاعت الدي رام. تمام. فده اكيد هيوفر بكتير، هيوفر يعني جامد. فدلوقتي هنشوف يعني هنعمل الكلام ده ازاي. فدي مشكلة. ماشي. هنا ايه، طالما كل ثريد بتستخدم نفس الداتا، فممكن اخليهم يتعاونوا مع بعض مثلا، ويقسموا بعض ويجيبوا الداتا دي في الاول في الشيرد ميموري، بعدين ايه يبدأوا يستخدموها من الشيرد ميموري. طيب فهنا قلنا ايه، ان انا بدل ما هو كل واحدة يعني مثلا بتيجي تحسب الاليمنت صفر، هتلاقيها بتقرا الفيكتور اي من صفر لان، اللي بتيجي تحسب الاليمنت رقم 10 في الاوتبوت هتقرا برضو الفيكتور من صفر لان، وهكذا. فبدل ما كل واحد يجيبه في الريجسترز، وبعدين لما يخلص الحسبه بتاعته هو بيعمل ايه، هو بيرميه عادي بقى، هو ملوش دعوه ان حد تاني محتاجه الكلام دوت. فممكن اخليهم يجيبوه يحطوه في شيرد ميموري عندهم، اللي هو الشيرد ميموري اللي هو شيرد اكروس الاس ام، وبعدين ايه، فالباقي يستخدموه من قريب اكيد. ده احسن. ماشي. فهنا دلوقتي برضو علشان بقى اخلص مثلا من مشكله معينه، ايه زي ما قلنا مثلا مشكله اللي هو الريس كونديشن دي، ان هما كلهم كانوا بيحاولوا، يعني مثلا دلوقتي الثريد دي اللي هي بتلف بقى ان مرات، لو جينا بقى قلنا ان احنا عايزين نحول ان دي لان ثريدز. حلو. فهنلاقي ان المشكله ان هما كلهم كانوا بيكتبوا في نفس الوقت فين، في الريزلت فيكتور. طيب هنا دلوقتي احنا يعتبر حلينا مشكله شويه، ان احنا خليناهم بدل ما هو بيأكسسه، لا هي سوري، هي دي مش مشكلة الريس كونديشن، دي مشكلة ان احنا كل مرة الريزلت فيكتور ده برضو ده في الجلوبال ميموري.
فهما كده n مرات بيحاولوا يكتبوا في الجلوبال ميموري، فهو لا انا خليتهم بيجمعوا في فاريبل عادي بقى دوت في الشيرد ميموري هنا في الريجسترز بتاعتهم كمان، كل مره بيجمعوا فيه وفي الاخر يروح مره واحده بس للريزلت فيكتور دوت ويكتب فيه. الريزلت فيكتور ده اللي هو ايه، اللي هو في جلوبال ميموري. طيب هبدأ بقى هنا دلوقتي ادور ان انا اخليهم ايه، ما يروحوش كمان للجلوبال ميموري عشان كل مره يجيبوا الفيكتور. لا يبقى هما هيروحوا في الاول، يعني زي ما بنقول هنا الشيرد ميموري شيرد اكروس الاس ام، و اتش اس ام هاز يعني الاس ام عندها شيرد ميموري. تمام يبقى هما هنا هيروحوا الشيرد الجلوبال ميموري في الاول كلهم يتعاونوا، مثلا وليكن لو انا عندي 50 ثريد هيتعاونوا كلهم ان هما يقسموا على نفسهم الالمز بتاعت الفيكتور ويجيبوها، وبعدين كمان ان كل واحده من الام ثريدز دي هتروح بس الجلوبال ميموري مره واحده بس تكتب فيها النتيجه بتاعتها، مش كل مره هنا كانت جوه اللوب كل مره بتحاول تاكسسها يعني. طيب هنا دلوقتي ان الاس ام دي بيكون عندها شيرد ميموري واحده بس، حلو، فلو عندها مثلا 3 بلوكس، احنا عارفين مثلا ان البلوكس مش يعني الديفرنت بلوكس مش هينفع تشوف نفس الميموري، فلو كل بلوك فيهم حب يحجز شيرد ميموري ف الاس ام عادي بكل بساطه هتقسم الشيرد ميموري بتاعتها عليهم، وهيبقى كل واحد ليه ادرس مختلف يعني، يعني ده هيشوف الشيرد ميموري بتاعته وده هيشوف الشيرد ميموري بتاعته، مش هينفع ايه يشوفوا ينتراكتوا مع بعضهم يعني في نفس الشيرد ميموري اكيد. طيب هنا دلوقتي بقى عشان نعرف مثلا دلوقتي احنا ايه، احنا عايزين نشوف مثلا بقى الثريدز دي عشان تتعاون مع بعضها وتجيب الشيرد فيكتور ده اللي هو كلهم بيحاولوا يكسسوا ده، هيتعاونوا ازاي؟ طيب احنا دلوقتي مثلا عندنا الفيكتور ده 1 في 10، تمام، والماتريكس بتاعتنا 10 في 5، فالنتيجة بتاعتنا كده هتكون ايه، 1 في 5، واحنا عندنا ام ثريدز اللي هم 5، حلو. طيب عايزين بقى نشوف كل ثريد هتجيب كام. طيب هو كل ثريد بتحاول تاكسس ال10 اليمنتس دول، فال10 دول هيتقسموا عليهم، حلو، يبقى 10 × 5 ب2 اللي هي بقى برضو عشان بالفاريبلز عشان لما نيجي نكتب نعرف يعني هنعمل ايه، اللي هي الان على ام، حلو. طيب هنلاقي مثلا ان الصفر يعني اول اليمنت هيبقى عايز يجيب اول صفر وواحد، تاني اليمنت هيجيب التاني والتالت، تالت اليمنت هيجيب الرابع والخامس وهكذا. فهنلاقي ان احنا بنتحرك ازاي، الستيب سايز اللي هي الان على الام في الجي، الجي دي اللي هو الاندكس بتاع الثريد بتاع دلوقتي، لحد الستيب سايز في الجي زائد الستيب سايز، يعني هو بالراحة عادي هي بتبدأ من الستيب سايز في الجي وبتجمع يعني بتجيب اليمنتس بالستيب سايز، فهي الحسبة بسيطة شوية، هي حسبة قصدي ممكن تكون بتلخبط شوية بس هي حسبة بسيطة يعني. طيب هي دي بقى اللي احنا هنا كنا بنقول عليها، فهو الستارت اندكس بيكون الجي في الاماونت بير ثريد، الاماونت بير ثريد دي اللي هي اللي ستيب سايز اللي هي السيلينج بتاع الان على المفروض على الام، تمام، هو بلوك دايمنشن ده اللي هو اللي هو الام بتاعنا، لان هو بلوك بيكون فيه كام ثريد اللي هو الام ثريدز، فهي بلوك دايمنشن دي هي الام يعني بتاعتنا اللي هو النمبر اوف ثريدز بير بلوك، حلو. والاند بتاعنا المينيمم دي علشان الباوندري كونديشن اللي احنا كنا بنقول عليه دايما، يعني ان هو مش هينفع الاند اندكس تعدي الان بتاعتي، الان بتاعتي دي اللي هي اللي انا السايز بتاع الفيكتور اللي انا عايز اجيبه اصلا، فالماكسيمم بتاعي هو الان اللي هو عدد اللي هو عدد الاليمنتس يعني، حلو. وبنبدا بقى نعمل ايه هنا، احنا قلنا انا ما اتكلمتش على الفلاج دوت، بس هو انا دلوقتي عشان الوكيت شيرد ميموري بستخدم اللي هو الشيرد فلاج دوت، تمام، بعدين بقول بقى السايز بتاعه عادي التايب بتاعه عادي والسايز وهكذا، تمام. ده كده هو بيتعرف بقى دلوقتي ان ده كده شيرد بتوين البلوك دوت يعني اكروس البلوك ده، فهو ده كده شيرد بتوين البلوك كله، فالبلوك كله هيبقى شايف الفي ده، حلو. طيب فانا دلوقتي ببدا بقى اخلي كل ثريد تفيل البارت بتاعها عادي، بتلوب على من الستارت اندكس للاند اندكس بتاعها، وبتبدا بقى تجيب الايه الفيكتور اللي احنا كلهم عايزين يجيبوه دوت وتحطه في الشيرد ميموري، حلو. طيب هنا هيبقى عندي مشكله دلوقتي، كل الثريدز بيتعاونوا مع بعضهم ان هم هيجيبوا الفيكتور دوت، طيب حلو، يعني افرض بقى دلوقتي مثلا في ثريد خلصت قبل الثانيه وهتبدا بقى تشتغل، ماشي، ما هي ممكن الداتا اللي هي عايزاها تكون مثلا الثريد الثانيه لسه ما جابتهاش، حلو. فهنا بقى بنبدا نشوف حاجه تانية اللي هي السينك ثريدز، دي معناها ايه، دي معناها ان لما احنا بنكتبها كده معناها ان هم كلهم هيقفوا يعني هيقفوا هنا يستنوا لحد ما كلهم يوصلوا هنا وبعدين يبداوا يكملوا. فانا كده ضمنت مثلا ان هو لو الثريد دي خلصت الاول مثلا فلا هي هتفضل واقفه هنا لحد ما الباقي كمان ييجوا هنا
وبعدين بقى يبداوا كلهم ايه يشوفوا بعد كده يعملوا حساباتهم يبقوا ضامنين كله ان ايه ان الداتا كلها خلاص جت من الجلوبال ميموري للشيرد ميموري. حلو. بس فبعد ما عملنا سينك فهم هنا يبداوا بقى ايه يحسبوا بقى نفس الحسبه بتاعتنا عادي. التيمب، التيمب دي زي ما قلنا حته التيمب ديت علشان بجمع في التيمب احسن في الريجسترز عندي بدل ما كل مره اروح اكتب في الايه في الجلوبال ميموري يعني. تمام. مثلا هنا ممكن اوضح بقى الفرق بين الجلوبال ميموري عشان انا عمال اقولها كتير. طيب الجلوبال ميموري زي ما احنا كنا قلنا زي ما شفنا كده في الرسمه اللي هي كانت في الاول ديت. يعني خلينا مثلا ممكن اعمل صفحه هنا اشرح فيها. تمام. كان في الاس امز كده. تمام. وبعدين هنا في دي رام براهم، كل واحد عنده دي رام بره، دي رام بره، دي رام بره. تمام. الدي رام دي كده يعني دي حاجه اوف تشيب يعني علشان لو في سكيلر مثلا بروسيسور من اللي هنا دول عايز يكلم يجيب داتا مثلا وهي مش عنده في شيرد ميموري فهي هتضطر تطلع بره تجيب الدي رام، تجيب الداتا بتاعتها من الدي رام بعدين ترجع تحطها في الشيرد ميموري. حلو. فده طبعا بياخد وقت اكتر بكتير. يعني مثلا كنت عملت سيرش برضو ان الدي رام دي الباندويتس بتاعها اللي هو مثلا الريت بتاع ريت الداتا فيها بيبقى انترمس وفي الجيجا بايتس. تمام. في حين ان الشيرد دي بيبقى انترمز وفي التيرا بايتس، فطبعا ده فرق كبير قوي. فهو عشان كده دايما بنحاول ان احنا دلوقتي ايه قاعدين نحاول ان احنا نقلل الاكسس بتاعنا للجلوبال ميموري ونجيب الحاجات في الشيرد ميموري وهكذا. هنا بنتكلم ان احنا ايه دي نقطة اللي هي ان احنا بنحاول مثلا اجزاء معينه نخليهم يتجمعوا عند حته معينه ويبداوا يكملوا علشان ما يبقاش في حاجه ناقصه وهكذا. تمام. وهنا بقى دي مشكله اللي هي الديدلوك. لو ايه اللي حصل لو انا عملت سينك ثريدز كده في حتتين مش كل الناس هتعدي عليها. يعني ده اف كونديشن وده else. يعني في بعض الحاجات هتخش هنا وفي بعض الحاجات هتخش هنا. فمثلا ايه كله يعني مثلا اللي دخل هنا هيفضل واقف لحد ما كله يجي هنا واللي دخل هنا هيفضل واقف لحد ما كله يجي هنا، وده مش هيحصل الا مثلا لو انا عامل اف فولس مثلا او اف ترو فكله هيخش الاف او كله هيخش الالس. لكن ده كده مشكله وكده ايه هيحصل ديد لوك وايه والكود مش هيكمل يعني. طيب برضو في حته الشير دي مور دي عشان اوضح. تمام. قبل ما احنا نعمل الموضوع بتاع الشير دوت تمام كان كل ثريد بتروح تجيب زي ما قلنا كده الفيكتور كامل وتحطه فين؟ بتحطه في الريجسترز عندها. الريجسترز عندها هي مش هتحطه من نفسها في الشيرد ميموري، يعني هي بتجيبه من الجلوبال ميموري بتحطه في الشيرد بس، هي بتحطه سوري في الريجسترز بتاعتها بس، هي يعني ملهاش انها تحطه في الشيرد ما متعرفش بقى حد تاني يحتاجه ولا لا. فهي بتجيب الحاجه اللي هي محتاجاها تحطها في الريجسترز بتاعتها. بعد ما تخلص بتقوم يعني عادي زي ما احنا لو مثلا سكوب معين خلص فالفاريبل بينتهي فالريجسترز دي بتتمسح خلاص. فعشان كده فكرنا ان احنا ايه طب ما نجيبهم في الشيرد اللي كله هيشوفهم فنجيبها مره واحده وكله يقرا من الشيرد اللي هي القريبه برضه. طيب هنا الحته اللي هي بتاعت الديدلوك ديت هي المفروض الدكتوره كانت وقفت هنا يعني بس ايه بس هي غالبا الباقي ده برضه هيبقى علينا يعني. فانا هكمل يعني. طيب هنا بقى يعني دي بقى حاجه بالارقام ان هو ليه مثلا نجيب الداتا ليه بنحاول نجيب الداتا في الشيرد ميموري مثلا ما نقراهاش عادي من الدي رام اللي هي الجلوبال ميموري وهكذا. طيب حلو. هنا مثلا دلوقتي هنفترض مثلا ان احنا ايه بنعمل عندنا انبوت ماتريكس وفيكتور، يعني ايه بنجمع مثلا اتنين اليمنتس مع بعضهم. طيب فاحنا ايه الفلوتنج بوينت اديشن دي اللي هي العمليه بتاعتنا. تمام. بتحتاج ايه؟ بتحتاج اتنين ميموري اكسس اللي هو الفلوت الواحد ب 4 بايت، يبقى ايه هتحتاج ايه؟ هتحتاج 8 بايت. يبقى احنا في كل انستراكشن محتاجين اكسس كام؟ محتاجين اكسس 8 بايتس. حلو. طيب هنا بقى بيقول لك ايه لو في جي بي يو يعني الفلوتنج بوينت تريب بتاعه يعني يقدر يعمل كام عمليه؟ 1600 ماشي. فلوبس دي اللي هي فلوتنج بوينت اوبريشن بير سكند، الجي دي بتريفيل لجيجا فلوبس يعني. حلو. اللي هي 10 في 10 بار 9 يعني. حلو. طيب يبقى الجي بي يو ده عنده السبيكس بتاعته دي حاجات في السبيكس بتاعته يعني مالناش دعوه بيها، اللي هي الريب بتاعه الباند ويث بتاع الدي رام دي اللي هي جلوبال ميموري 600 جيجا بايت في الثانيه، ويقدر ينفذ في الثانية الواحدة زي ما قلنا ايه 1600 في 10 بار 9 floating point operation per second. تمام. طيب لو جينا نحسب بقى لو جينا نحسب لو لو انا في كل floating point operation بحتاج 8 بايت اكسس، يعني بحتاج اكسس كده 8 بايت من الميموري،
يبقى انا محتاج ايه بقى؟ يبقى محتاج 8 اللي هي اللي انا محتاجهم في الـ في الاوبريشن الواحده، في 1600. يبقى انا عشان عاوز دي رام اللي هي جلوبال ميموري تكفيني، يبقى انا عايز ايه؟ عايز دي رام الباند ويث بتاعها 12800 جيجا بايت في الثانيه. فده عشان ايه؟ ده عشان اعرف استخدم كل الباور او كل الريت يعني يعني استخدم اعمل يوتيلايز للجي بي يو بتاعي. يعني الجي بي يو بتاعي بيحسب بيقدر في الثانيه الواحده يعمل 1600 عمليه، يبقى وفي كل عمليه انا بحتاج ايه؟ بحتاج 8 بايت. يبقى انا محتاج ايه؟ محتاج رام الباندويتس بتاعها هيكون 12800، في حين ان يعني ده الرينج بتاعنا عادي اللي هو بيبقى 600. يبقى انا بقى لو جيت اشوف بقى مثلا انا في الثانيه بال 600 بتاعتي بتاعت الدي رام دي محتاج اقدر اعمل كام عمليه في الثانيه. المفروض هقسم يعني مثلا دلوقتي انا عندي الباندويتس بتاعي ان انا بعرف اكسس 600 جيجا بايت في الثانيه، تمام؟ وانا في كل ثانيه بحتاج 8 ايه 8 بايت ان انا اعمل لهم اكسس. فلو جيت اعرف يعني لو جيت دلوقتي اشوف بقى مثلا انا اقدر انفذ كام عمليه، يبقى انا هقسم بقى 600 على 8 بتاعتي هتديني بس ان انا اعرف في الثانيه الواحده اعمل 75 فلوتنج بوينت اوبريشن يعني، بس بالجيجا زي ما احنا عادي. فهنلاقي ان احنا كده بس بنعرف نستخدم ايه اقل من 5% من اللي هي ايه البيك بتاع الاكسكيوشن ريت بتاعي اللي هو الجي بي يو مديهوني. فاكيد يعني محدش بيعمل كده، محدش هيجيب جهاز عشان يستخدم بس 5% من الامكانيات بتاعته يعني. فده بقى هيخلي ده هو ده بقى اللي بيخلينا ايه محتاجين ان احنا نقلل اول الميموري اكسس بحيث نعرف نستخدم كل السبيكس يعني او كل الريت اللي الديفايس ده مديهولي يعني، تمام؟ طيب هنا بقى دلوقتي برضو الجزء ده الدكتوره ما كانتش شرحته يعني. بس دلوقتي لما باجي ايه اكسس يعني دلوقتي لما باجي اعمل ديكلير فاليبلز معينه، تمام؟ دي الطريقه العاديه خالص اللي هي ايه ان انا بعمل فاريبل عادي لوكال بتاعي بيبقى بيتخزن في الريجستر بتاعي عادي، تمام؟ واللايف تايم بتاعه عادي الثريد، يعني مجرد ما الثريد دي تموت الفاريبلز دي بتتمسح من الريجسترز عادي. حلو. طيب لو عملت بقى شيرد زي ما احنا عارفين ان هي ايه ان هي شيرد اكروس البلوك، حلو، دي في الشيرد ميموري اللي هي كانت بتبقى عند كل اس ام عنده تحت كده شيرد ميموري، حلو. وبرده دي شيرد اكروس البلوك، ومجرد ما البلوك ده ينتهي خلاص برده هي هتمسح من الشيرد ميموري. طيب بعدها بقى في ديفايس، تمام؟ الفلاج دوت معناه ايه بقى؟ معناه ان دي جلوبال ميموري. ايه الجلوبال ميموري دي؟ الجلوبال ميموري دي اللي هي برده دي بقى بتاعت الجي بي يو عامه يعني، دي لما اجي اعمل مثلا من الهوست كودا مالوك انا كده بحطها في الجلوبال ميموري بتاعت الجي بي يو، ودي مش بتتمسح غير لما انا اللي اعملها فري. يعني دي كده اكروس الابلكيشن كله، الا الابلكيشن ينتهي الا انا اللي اعملها فري بايدي. وبرده السكوب بتاعها ايه اكروس الجريد كله بقى، لان دي يعني دي حاجه في الـ يعني الجلوبال كلها بتاعت الجي بي يو كلها يعني. الكونستانت برده نفس الكلام زي الجلوبال. طيب وهنا بقى زي ما بنقول مثلا الفاريبل الجلوبال والكونستنت ده بره اي فانكشن، ده ملوش دعوه، ده اللي هو بكودا مالوك اصلا من الهوست ديفايس هو اللي بيعمل له اللوكيشن وبيفضل موجود عادي في الجي بي يو كله ملوش دعوه بقى باي فانكشن. لكن الجزء بقى الريجسترز والشيرد ده زي ما قلنا الريجسترز ده اكروس الثريد بس، يعني مجرد ما الثريد بس هي اللي بتعرف تاكسسها، مفيش حاجه بره الثريد تعرف تاكسس الحاجات اللي بتاعت الريجسترز اللي هي بتاعت الثريد دي. الشيرد دي اللي هي اكروس ايه؟ اكروس زي ما قلنا اكروس البلوك. بس المفروض كده احنا خلصنا واتكلمنا كده عن الحاجات ديت. هنا كان في برضو جزء ان هو ايه ان في حاجات ما نعرفش نعملها ما نعرفش نغيرها، يعني دي حاجات بقى كونستنت بير جي بي يو دي اللي هي ليها علاقه ايه ليها علاقه بالهاردوير نفسه، يعني مثلا ان هو عدد الاس امز اللي في الجي بي يو، عدد الكورز بير كل اس ام اللي هو السكيلر بروسيسورز والاس اف يوز دي، تمام؟ الشيرد ميموري برضو اللي جوه كل اس ام دي برضو حاجه كونستنت مش هنعرف نكبرها وكده، وعدد برضو الثريدز بالراب دي برضو حاجه ليها علاقه بالديزاين بتاع الجي بي يو نفسه. حلو. دي كده هاردوير كومبوننتس. لكن بقى اللي ممكن احنا نعمله دايناميك الوكيشن نعرف بقى، يعني مثلا ممكن نقول ايه الاس ام ده نحط له كام بلوك، برضو ايه مع ان في ليها ابر باوندز يعني عدد الثريدز بالبلوك وهكذا. دي برضو اللي هو ايه انا ممكن احجز حاجات مختلفه لكن الهاردوير برضو هو ثابت، يعني انا مش بعرف اغير بالهاردوير في الهاردوير بالبرنامج اكيد. بس ده جزء اللي هو الشيرد ميموري اللي انا كنت شرحته.
بس. وهنا بقى ايه ده اللي احنا كنا وصلنا له يعني في المثال دوت، ان احنا بنعمل تمب علشان ما ناكسس الجلوبال ميموري كتير، فاحنا كده ايه كده المشكلة دي خلصناها يعني. بس كده، شكرا، السلام عليكم.